هذه الحمله اليوم جات في اطار ديال الحمله الوطنيه التحسيسيه اللي تلقى المركز الوطني ديال تحقن الدم، اللي الهدف منها هو توفير 5000 كيس ديال الدم، وباش انهم يغطيوا جميع الاحتياجات ديال هذه الماده الحيويه. والحمد لله كنا سباقين اننا نديروا هذه الحمله ديال تبرع بالدم على مستوى المدينه ديال اكادير، لان الحمله التحسيسيه تلقاها المركز البارح، واليوم النادي الاجتماعي في المدرسه العليا للتربيه والتكوين كان من السباق انه ينظم هذه الحمله اليوم في داخل المدرسه، واننا يعني لقات واحد الاقبال كبير من طرف الطلبه الحمد لله. وبطبيعه الحال يعني كل من المركز الجهوي لتحقن الدم، الاداره المدرسه ديال المدرسه العليا للتربيه والتكوين اللي خلوا لنا الفضاء في اننا نعملوا هذه الحمله هذه، كان لهم جزيل الشكر وكان لهم دور كبير في هذه العمليه هذه. وشكرا يعني للجميع ديال الطلبه اللي جاوا تبرعوا، وهذا كيدل على روح التضامن وروح التكافل والانسانيه اللي باقيه داخل المجتمع المغربي اليوم، واللي ما خططوا يعني مده هذه يعني وكما هو معروف عليه منذ القدم. هذه الحمله الوطنية للتبرع بالدم اللي الحمد لله لقات واحد الإقبال كبير جدا لمن طرف المتبرعين، حيث أنهم لم يكونوا فقط من طلبة المدرسة العليا للتربية والتكوين، وإنما حتى جاونا آباء وناس من خارج المدرسة. وكيبقى شكر كبير جدا لكل من ساهم سواء من قريب أو من بعيد في تنظيم هذه الحملة ديال التبرع بالدم. والحمد لله الحملة لقات إقبال كبير جدا، وكنعتبروها أنها ناجحة من جميع المقاييس. والحمد لله حاليا كان فتنا 84 واحد متبرع، وباقي كما كتشوفوا باقي الناس برا كيتسناو أنهم يدخلوا للتبرع، وكنتوقعوا أنها فاتت 100 شخص في هذا النهار. حاولنا أيضا نوفروا للمتبرعين الماء وأيضا عصير وكيكات باش ياكلوهم من بعد ما يكملوا التبرع ديالهم، باش يعاونوهم يعاودوا يقويوهم واحد شويه. والحمد لله من بين الاهداف اللي كانوا عندنا تقريبا كنحسبهم اننا حققناهم، اللي هما كانوا اننا نوفروا للعديد من المرضى اللي كيحتاجوا الدم، سواء مرضى العمليات او المرضى اللي كيداروا مرضى ضحايا حوادث السير اللي كيحتاجوا الدم. والتبرع بالدم مسؤوليتنا جميعا، حيت كما اننا اليوم حنا عطينا الدم يقدر غدا حنا نحتاجو. جيت اليوم نتبرع بالدم لحقاش هذا ماشي شي عمل غير رجع شنقول لك، شي هذا عمل خيري انساني اكثر ما هو خيري، لحقاش ملي كتبرع بالدم راه كتعتق ارواح اخرين ماشي غير تبرع هكاك وصافي. كنطلب من الناس اللي عندهم الاستطاعه وعندهم الصحه الجيده باش انهم يتبرعوا لحقاش الناس وحدين اخرين محتاجين الدم. وراك عارف في المغرب عندنا خصص في الدم، وهي شي حاجه بسيطه والو، ما تاخذ منك 15 دقيقه باش انك تجي مثلا وتبرع بالدم. وكاين بعض الناس اللي عندهم امكانيات وما كيبغيوش يجوا ما عرفتش علاش. المهم كنطلب منهم انهم يجوا يتبرعوا بالدم ويعاونوا خوتهم المغاربه. اليوم جيت نتبرع بالدم حيت هي حاجه زوينه وحاجه اللي كنت كنتمناها، واول مره غادي نتبرع، وكندعو انه اي واحد خاصو من الواجب ديالو انه يتبرع، يعني اللي هي حاجه ضروريه. وانت براسك مثلا انت خاص دير في زعما بلاصتك في دوك المساكن، دوك الناس اللي هما محتاجين، يعني انت مثلا شي نهار محتاج وما لقيتيش راه غادي يعني خاصك دير راسك بلاصتهم. الحمد لله من بعد ما تواصلنا مع المركز ديال الجهوي لتحقن الدم درنا واحد الطلب، تلقى بواحد الاستحسان كبير من طرف المركز ووافقوا مباشرة، لأن بطبيعة الحال هذه المادة الحيوية ديال الدم هي كاين فيها واحد الخصص كبير على المستوى ديال المدينة، فبطبيعة الحال هذا شيء عادي أنهم يلبوا الرغبة يعني بكل فرح وبكل سرور. العدد المتبرعين حاليا يعني من بعد 3 ساعات تقريبا 60 متبرع، ومازال العدد في تزايد، ومازال ما عرفنا تقريبا شحال يكون من هنا اللفة ديال الحملة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.